مراجعة للفرض والاختبار. هذو التمارين غادي يكونوا متوقعين 100% في الفروض، في الاختبارات، في الشهادة. الأنماط تتغير. هنا دروك نبدو من السهل ونبدو نتدرجوا نديروا العبارة العامة. هذه العبارة والطريقة تاع الحل هذا دائما نفسه، يا إما يعطيك عبارة يا إما يعطيك شكل هندسي ويقول لك خرج العبارة، ومن بعد انشر، حلل، بس حل معادلة، حل متراجحة إلى آخره. يعني الحساب الحرفي متوقع في الشهادة، متوقع بسيف عليك، لازم تكون تعرف الحساب الحرفي. دونك شو قال لك؟ أولا انشر وبسط العبارة أ، نشر العبارة أ، ورانا درنا بزاف تمارين تاع النشر. عندي العبارة أ، ماذا تساوي؟ 2x زائد 3 في 2x ناقص 3 ناقص 2x ناقص 3 في 5x زائد 1. لاحظ معايا الحد الأول هو عبارة عن ماذا؟ الحد الأول متطابقة شهيرة ثالثة، هي A زائد B في الـ A ناقص B. شنو تعطينا؟ تعطينا A مربع ناقص B مربع. الحد الأول شكون هو؟ 2x تربيع ناقص 3 تربيع. نفتح نحل العارضة، دائما ناقص حل عارضة زائد حل عارضة، بالرغم من أن من يكون مجموع بيناتهم مش غادي يتأثر. أي هنا شا عندي 2x ناقص 3 في 5x زائد 1. هيا 2x في 5x زائد 1 ناقص 3 في 5x زائد 1 تساوي، دروك نقوم بالتبسيط، 2x تربيع 4x تربيع ناقص 3 تربيع 9، 2x في 5x 10x تربيع، 2x في 1 2x ناقص 3 في 5 ناقص 15x ناقص 3 تساوي 4x تربيع ناقص 9. قوس مسبوق بإشارة سالبة لا يتغير، عفوا يتغير كل ما بداخله، الموجب يولي سالب والسالب يولي موجب. إذن شو يعطينا؟ ناقص 10x ناقص 2x زائد 15x زائد 3 تساوي، نجمع ذا مع ذا يعطينا ناقص 6x تربيع، نجمع ذا مع ذا يعطينا زائد 13x، ويبقى لنا ذا مع ذا ناقص 6. إذن الأ بعد النشر شو تعطينا؟ ناقص 6 اكس تربيع زائد 13 ناقص 6. السؤال اللي بعده شو يعطينا؟ التحليل الى جداء عاملين، تحليل عندنا اثنين، يا اما العامل المشترك يا اما المتطابقات الشهيره. عندنا 2 اكس زائد 3 في 2 اكس ناقص 3 ناقص 2 اكس ناقص 3 في 5 اكس زائد 1. هل العامل المشترك بارز؟ مرات يعطيه لك غير بارز، كي يعطيه لك غير بارز شنو تلقى؟ تلقى قوس ضحف قوس اخر. صحيح؟ مثلا العامل المشترك هنا شكون هو؟ 2x ناقص 3 يعطيك 4x ناقص 6. صحيح؟ يقدر هنا ايش يعطيك؟ يعطيك 4x ناقص 6، ونخرجوا اثنان عامل مشترك. اذا خرج هنا 2x ناقص 3 عامل مشترك، شو يبقى لي؟ ممتاز. إذن تساوي 2x ناقص 3، نحذف الأقواس، تساوي 2x ناقص 3 2x هنا نعم تتغير الإشارة، قوس مسبوق إشارة سالبة يتغير ما بداخل الأقواس. هنا شو يعطينا؟ ناقص 3x زائد 2 زائد 2. دروك شا قلنا؟ حساب قيمة A من أجل X يساوي 2. لما X يساوي 2 الA كم تساوي؟ وين نعوضه؟ نجي مرحلة في نتيجة النشر. ها هي النتيجة. إذا نكتب A تساوي ناقص 6 في X تربيع زائد 13 في x
ناقص 6. هذاك اللي عنده عندي الاقواس هما الاكس، شايجينا هنا هنا 2 وهنا 2 تساوي ناقص 6 في 4 ناقص 26 ناقص 6 تعطينا ناقص 24. هيا حسبوا لي ناقص 24 ناقص 26 ناقص 6 عفوا هنا زائد 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 26 ناقص 24 زائد ناقص 4 شحال تساوي؟ ناقص 4. الا كم تساوي؟ ناقص 4. هنا تعطينا 2 ناقص 4. من بعد حل المعادلة، شكون هي المعادلة؟ أ تساوي صفر، شكون هي الأ اللي نديها؟ نتيجة التحليل اللي هي 2 إكس ناقص 3 ناقص 3 إكس زائد 2 تساوي معناه إما أو ناقص 3 إكس زائد 2 تساوي صفر و 2 إكس ناقص 3 تساوي صفر. أصبحت معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، أي ممتاز. ناقص 3 إكس تساوي ناقص 2 ومنه الإكس تساوي ناقص 2 على ناقص 3 وناقص 2 على ناقص 3 تعطينا 2 على 3 سالب على سالب يعطينا عدد موجب. زيد منا أي 2 إكس تساوي 3 ومنه الإكس تساوي 3 على 3. إذن للمعادلة حلان هما، شكون هما؟ 2 على 3 و 3 على 2 صحيح؟ نعم. بعد ما نشرنا حللنا بسطنا حسبنا قيمة عبارة ومن بعد درنا معالجة المعدوم يجي دور المتراجحة. طريقة حل المتراجحة كي دايرة؟ كيما حل المعادلة. شنو هي المتراجحة؟ حل المتراجحة، شكون هي المتراجحة؟ 7 إكس زائد 5 أصغر تماما 2 إكس زائد 8. قال لك حل ثم مثل مجموعة حلولها بيانيا، مثلها بيانيا أي مجاهيل في طرف، معاليم في طرف. شكون هما المجاهيل؟ ناقص 7 إكس، عندي 7 إكس قاعدة في مكانتها، ناقص 2 إكس أصغر تماما 8 ناقص 5 عندي نقلها من تولي لي سالبه و2 اكس نقلها تولي لي اي نحسب هذه شحال غير 5 اكس اصغر تماما من 3. العدد هذا كي راه موجب متباين التغير؟ لا. وين تتغير؟ من تكون سالب. اذا اكس اصغر من 3 على 5 كل قيم اكس الاصغر تماما، هذه تماما أصغر تماما من 3 على 5 هي حلول لهذه المتراجحة. وكل جد خط دير أو تساوي. ثانيا التمثيل البياني، التمثيل البياني شنو نديرو؟ خط مستقيم عددي موجه، نحدد الصفر تاعي، قيمة هذه كيفاش دايرة؟ موجبة، ها هي 3 على 5. قال لك القيم الأصغر تماما هي الحلول، هاي حلول المتراجحة ومنا ليست حلول، ليست حلول شندي لها شطب عليها صحيح؟ دروك عندي أصغر تماما توجيه العارضة ونشوف تبع ليست حلول هاي. وكملنا التمرين تاعنا بالخط.